كي تنهضوا للمجد تسمو للقمم، ولتنظروا أسلافكم سادوا على كل الأمم. هو ربنا حث البشر تعاونوا في كل بر، ولتتركوا ما قد يضر فلتأخذوا هذه القيم. وأنشئ نموذج، أنشئ نموذج الطلبيات. أهو رقم الطلب، كمية الطلب، إجمالي السعر، معرف الصنف، هاخدهم كلهم مع بعض وفينش. نفس المشكلة برضو، رقم الطلب 1، كمية الطلب 20، إجمالي السعر معرفوش لأنه ما عنديش سعر الوحدة، معرف الصنف 1، معرف العميل 1. كده ضفت صنف. تعالى كده نروح نشوف في جدول الأصناف رامات. تعاليها فعلا أهو في علامة زائد ظهرت جديدة بناء على منين؟ عن العلاقة اللي أنا عملتها. تمام، رقم الطلب 1، يبقى الرامات دي في طلبية رقمها 1 بكمية 20، خدها العميل رقم 1. بس حضرتك أنا مش فاهم الأرقام، ممكن توضح لي الأرقام دي معناها إيه؟ بس في النموذج لو سمحت الله يخليك. حاضر، عاملها لك في النموذج. أحذف نموذج الطلبيات خالص وأنشئ نموذج الطلبيات مرة أخرى. أهو رقم الطلب ده مفتاح أساسي في جدول الطلبيات، لا يقبل التكرار ولا يقبل الفرق، يبقى أخده زي ما هو. كمية الطلب ده رقم بكتب فيه الكمية، إجمالي السعر ده بعمل فيه عمليات حسابية، معرف الصنف، الله ده كلمة الصنف دي أنا شفتها قبل كده وعملنا علاقة وجوزناهم في الحلال والحمد لله وفي عقد شرعي. طيب يعني ينفع تدخل ينفع تدخل بيتهم، يدخلوا بيتك وعادي ما فيش مشكلة، في ود ما بينكم؟ في ود. طيب لو سمحت روح لنا 2 كيلو سكر من هناك. أهو بيت الأصناف، خدت منه كيلو سكر باسم الصنف وكيلو سكر باسم سعر الصنف. ليه؟ في علاقة ما بين بعض ينفع أدخل عليه، لكن هل ينفع أدخل من اسم الصنف أروح أجيب من جدول آخر مفيش علاقة؟ حرام شرعا. تمام، عندي جدول العملاء، لا عفوا أرجع مرة تانية على الطلبيات أكمل الحاجات بتاعتي. في عندي حقل فاضل أهو، مين؟ معرف العميل. العميل إيه ده؟ ده نفس حكاية الصنف، في علاقة مع جدول تاني. طب هاتلنا 2 كيلو شاي لو سمحت. أهو كيلو شاي باسم العميل وكيلو شاي بموبايل العميل. ليه؟ في علاقة ما بينهم وحاجة رسمية وحلال الحمد لله، لا تقول لي ضربين ورقة عرفي ولا في أي من الكلام ده، ده حاجة رسمي على سنة الله ورسوله. طيب نيكست، إيه الحاجات اللي ظهرت دي؟ الحاجات دي بيقول لك أنت عايز تعرض البيانات على أساس مين؟ على أساس الوسيط اللي جمع الأطراف كلها مع بعض وخلاهم حبايب، ولا عايز تجمعهم بالصنف يظهر لك بهذا الشكل، هنا اسم الصنف وسعر الصنف ويظهر لك باقي البيانات بالأسفل، ولا عايز بالعملاء نفس الفكرة؟ لا أنا عايز بالوسيط، هو اللي جمعنا ربنا يخليه. طيب نيكست، طبعا احنا هنخليها أعمدة يعني بحيث انه يظهر سجل الواحد فقط. نيكست، وهنفتح وضع في وضع عرض البيانات فينيش. الله ده كده الشغل حلو والحقول زادت والعملية بقت زي الفل. طب اعمل لي طلبية كده وتوكل على الله، رقم الطلبية 1، وانا عامل طلبيات رقم 1، لا مفيش الحمد لله. كمية الطلبية بتاعتي 20، اجمالي السعر لسه معرفوش، معرف الصنف، انا عايز صنف رقم 1 لو سمحت. بص لما اضغط انتر، الله اكبر ده في علاقة، لما خبطت على الباب اهو قلت له رحت على مين؟ على جدول الأصناف في الكود الصنف، خبطت عليه عندكوا كود رقم 1؟ عندي. طب اسمه ايه؟ ده اسمه أحمد اسمه رام وسعره 55، يبقى ده نتيجة عن مين؟ عن العلاقة. طيب تعالى كده نشوف معرف العميل، خده رقم 1، الله أكبر ده اسم العميل أحمد وموبايله 123، يبقى أنا كده ظهرت البيانات تلقائيا بدون تدخل مني وفاهم الحمد لله وزي الفل. هتقول لي بس معلش برضو هغلس عليك وارخم عليك، عندي مشكلة كبيرة. في ايه؟ انا مش هفتكر لك الارقام الاصناف، ده انا عندي 1000 صنف في المخزن، كل شوية تقول لي رقم الصنف انا هحفظ لك 1000 صنف في دماغي. انت كده حطيتني في مشكلة. طيب اعمل ايه؟ حضرتك في الحالة دي تعال نشوف حل المشكلة دي، لكن الى الان احنا ماشيين صح ومفيش، لو سبتها على كده مفيش اي مشكلة، لكن المشكلة ان مدخل البيانات مش هيحفظ كل الاصناف. تعال نصحح المشكلة دي. تعال الاول ابص لك كده نظرا نشوف البيت كده بتاع الاصناف في الرامات، اتكتبتش غير ارقام بس. هل اتكتبت هنا اسم الصنف؟ هل اتكتب سعر الصنف؟ ما اتكتبش ولا حاجة.
فيش غير اتكتب لي واحد رقم الطلب كمية واحد والمعرف واحد. تعالى كده في جدول الطلبيات اهو كتبت ارقام، هل انا فاهم الارقام دي معناها ايه؟ لا مش فاهم، لكن بفهمها عن طريق مين؟ عن طريق النموذج. طيب انا ماليش دعوه بالجدول يخزن ايه، الجدول يخزن زي ما هو يخزن، المهم انا كانسان اشوف بيانات واقعيه ومعقوله ومفهومه ولها معنى. تمام. طيب تعالى نحل المشكله بتاعت حضرتك، انا شرحتها قبل كده في درس القائمه المنسدله، بس علشان خاطرك هشرحها لك مره تانيه. بس ايه، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انت عايز مين؟ انا عايز معرف الصنف الله يخليك، انا عايز الاصناف اعرف ايه الاصناف اللي عندي. في الحاله دي انا هعمل لك قائمه في معرف الصنف، من خلالها تقدر تختار رقم الصنف بناء على اسمه او على اي معلومه اخرى. ازاي؟ اهو كليك يمين معرف الصنف واقول له change to، غيرها الى كومبو بوكس، قائمه منسدله. لاحظ علامة السهم الصغير دي، يعني معناها تحولت إلى قائمة منسدلة. طيب تعالى كده نشوف الخطأ بتاعك لو أنت هتسيبها على كده. أهو إيه ده؟ ده مفيش حاجة، مفيش غير رقم واحد بس. طب اعمل واحدة جديدة فاضية، هو أنت تديهاني فاضية على كده وتقول لي عرفت أعملها لك؟ إيه يا عم اللي أنت عامله ده؟ طيب معلش بس اصبر عليا، الله يخليك اصبر عليا واحدة واحدة. مش هو ده معرف الصنف؟ طب ما تروح لي كده في خصائص الورقه بروبرتي شيت في التبويب داتا. ده في عندي حاجه اسمها كنترول سورس معرف الصنف. يعني ايه؟ معناه انه البيانات اللي انت هتكتبها هنا هتتخزن في مصدر التحكم اللي هو معرف الصنف، اللي هو فين معرف الصنف؟ اللي هو في الطلبيات. يعني كتبت هنا 10 هتروح تتخزن في الطلبيات 10. يبقى اذا كلمه معرف الصنف ما هي الا تخزين للبيانات المكتوبة هنا. طب امال ايه الحاجات اللي تحت دي؟ يعني ايه الريسورس اللي هو مصدر السجل؟ هو انت ارقام الصنف مش انت عملتها، معرف الصنف مش انت عملتها قائمة؟ طب القائمة دي مصدرها جاي من فين؟ مصدر القائمة اقول لك، تعالى نعمل مصدر القائمة. هل انت عايزها جدول من الاصناف، من الطلبيات، من العملاء؟ هقول لك لا، انا مش عايزها كده، انا عايزها حقلين مع بعض مش حقل واحد. تعالى كده نشوف، او اضغط على الثلاث نقاط. فتح لي مين ده؟ فتح لي استعلام. ايه دخل الاستعلام بالموضوع ده؟ ما هو الاستعلام هو اللي هيخليك تجيب الحقلين جنب بعض، الله يخليك. خد بالك انا شغال على مين، اقفل كده وهات من الاول عشان تركز معايا. معرف الصنف، ومعرف الصنف كان موجود في جدول ايه؟ وجدول الطلبيات، عشان كده قلت لك غير الاسماء. هنا معرف الصنف، لكن في الطلبيات في الاصناف اسمها كود الصنف، ودي تختلف عن دي. انا في مين؟ معرف الصنف اللي هو في جدول الطلبيات. بروح على مصدر السجل واضيف مين؟ هل اضيف الطلبيات ولا اضيف الاصناف؟ طب هو انت عايز مين؟ انت عايز ايه بالظبط؟ انت عايز تظهر مين اصلا؟ ده انا عايز اظهر كود الصنف واسمه، كود الصنف واسمه. ركز معايا، طب هو كود الصنف واسمه اللي عمال تتك عليها قوي بلسانك هما موجودين فين؟ موجودين عند الاصناف، يبقى اضيف الاصناف بس. اهو دي في كود الصنف واسم الصنف. هتقول لي خد بالك، نعم، ليه انت ضفت الكود الاول وما ضفتش اسم الصنف الاول؟ هقول لك بناء على الترتيب هيظهر لك بنفس الترتيب في القائمه. يعني ايه؟ تعال نشوف مع بعض. كلوز، ايه الحاجات اللي ظهرت دي؟ دي معناها انه سوف يتم انشاء جمله اس كيو ال لكي يتم تحديث الخصائص. اقول له موافق. بس كده حفظت اهو، بس كده وصلينا على النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، تعال نشوف النتيجه. بص، معرف الصنف ظهر لك مين؟ ارقام. طب انت عملت ايه؟ كتبت لي ارقام، انا مش عرفني 2 ده تبع مين و3 ده تبع مين، برضه مش فاهم فين فين الحقل التاني اللي انت ضفته؟ مش انت قلت لي انا هضيف لك حقلين الكود والاسم، فين الاسم؟ تعال اوريك الاسم فين. اهو مش من التبويب داتا، اوعى تغلط وتروح على الباوند كولم وتعملها 2. لا، احنا مش بنروح على الباوند كولم، احنا بنروح في التبويب فورمات اللي هو التنسيق، وهنلاقي حاجة اسمها الكولم كاونت، عدد الأعمدة، مكتوب واحد، العمود اللي ظهر لي واحد، لا أنا عايزهم عمودين، أو عايزهم 3، عايزهم 4، عايزهم 10، على حسب ما أنا ضفت في مصدر السجل اللي هو في الاستعلام. طيب ماشي، ضفت عمودين؟ ضفت عمودين. تعالى كده نحفظ ونروح نشوف.
ايه ده، هم ظهروا فعلا عمودين بس مش شايف كويس، معلش نظري على قد، ممكن توضح اكتر؟ حاضر اوضح لك اكتر. انا في معرف الصنف اهو، ما تشدليش انت معرف الصنف كده، لا ده انت هتعمل ايه، ده انت هتغير لي عرض العمود. فين عرض العمود؟ كلمة عرض العمود بالانجليش يعني ايه؟ يعني كولم ويدث، عرض العمود. طيب احنا عندنا كام عمود؟ عندنا عمودين، يبقى هتضيف كام؟ هتضيف عرضين. طيب العرض الاول خاص بالحقل مين؟ زي ما ضفناهم بالترتيب، الحقل الاول اللي هو كود صنف، والحقل الثاني اللي هو اسم الصنف. يبقى اذا انت بناء على هذا الترتيب هتضيف عرض كل عمود. يبقى اذا العرض الاول هخليه وليكن نص سنتي بهذا الشكل، اكتب بالانجلش نص سنتي. طيب والعمود الثاني اكتبه ازاي؟ اضغط على حرف الكاف، عفوا اخلي اللغه انجلش، اضغط على حرف الكاف عشان يضاف لي، يضاف سيمي كولون. سيمي كولون دي بتفصل ما بين الاعمده كده. انا قلت له انا انتهيت من العرض الاول، ضيف لي العرض الثاني، هخليها مثلا 3 سنتي، اصبحت بهذا الشكل. طالما تم تنسيقها تلقائيا بهذا الشكل واضافت كلمه سي ام، يبقى احنا صح. هروح اشوف. بس معلش ده برضو لسه على اليمين ومش شايف كويس، هي اتعدلت شويه بس لسه برضو. تعالى كده غير لي عرض القائمه. يعني ايه؟ ما احنا غيرنا عرض العمود. لا انا عايز عرض القائمه. شايف القائمه دي؟ شايف الحدود؟ بص شايف، ما انت ممكن تعمل كده اهو، ظهرت لك كلها اهي. شايف انا عايز اخلي العرض بتاع القائمه دي كلها عريضه شويه. ازاي اعملها؟ تعال نشوف. في عندي حاجتين، حاجه اسمها الليست روز اللي هم عدد الصفوف. يعني ايه؟ مكتوبه 16. يعني ايه؟ يعني هنا بتشيل كام واحد؟ شايله 5، اخرك 16 صف يتعرضوا يكونوا مرئيين في الشاشه بالكامل. لو في عندك 20 يبقى هيكون في هنا عندي ايه؟ سكرول بار، حاجه كده يد بتسحب بيها لتحت عشان تظهر باقي السجلات. هنشوف ده اللي هو ايه، الليست روز اللي هي عدد الصفوف. طيب لكن انا عايز الليست ويدث اللي هي عرض القائمه اللي معموله اوتو، هخليها مجموع العمود، العمودين مع بعض نص وثلاثة، يبقى نقول 4. معلش تعليم حكومي، عندي النص بواحد، احفظ واعمل عرض. تعال نشوف كده. كده شكلها حلو، رام لاب شاشة رام معالج، كده فهمت، واضحة وحلوة. طب ممكن بس تزوقها لي كده وتخليها لي حلوة؟ معلش حاضر ازوقها لك واخليها لك حلوة. طبعا مين اللي هيتضاف لما انا هختار؟ مين اللي هيتضاف؟ هيتضاف اول حقل بس اللي هو عبارة عن معرف الصنف اللي هيتخزن في معرف الصنف، عشان نبقى متفقين. يعني معنى كده انه مش هيتضاف الاسم؟ لا مش هيتضاف الاسم، خلاص ماشي براحتك. طيب خليلي كده في التنسيق، خليلي كده وسطنها في النص، تمام. لو عايز تخليها تقرأ من اليمين الى اليسار هنا من الفورمات، تنزل تحت خالص هتلاقي عندك الريدنج اوردر معمولة كونتكست، يعني القراءة مختلطة، لكن انت عايز تقرأها من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، تمام. النيوميرال شيب الارقام، الناس كانت بتسألني على الارقام بالعربي ولا بالانجلش، عايز اكتب الارقام بالعربي اهو، عندك الارقام عربي. ناشونال انت هتخليها ناشونال، هتخلي الارقام ناشونال وهتخلي الريدنج كونتكست عشان تظهر الارقام باللغه العربيه، والكيبورد لانجويج هتخليها هنا ايه باللغه العربيه، عشان ايه لو انت بدل ما كل شويه تفضل تقلب يمين وشمال، لا انت ممكن تخليها هنا معموله للسيستم. يعني لو السيستم عندك معموله في معموله مثلا حاليا اللغه انا عندي انجلش اهي، لما بغيرها بالالت والشيفت بتبقى عربي، لا لو انت عايز تثبتها عربي يبقى تخليها عربي من هنا. واضحه؟ واضحه. احفظ واروح في الديزاين اشوف اهو اصبحت متوسطه شويه، وممكن كمان اصغر عرض القائمه عشان تبقى اشيك. ده بناء على اكبر عرض عندك في اسماء الاصناف، يعني دي بدل 4 هنخليها مثلا 3، واقول له حفظ. بص اصبحت شكلها حلو ازاي، زي الفل. ولو انت عايز تخليها هنا 2 مفيش مشكله، اصبحت بهذا الشكل منسقه وجميله معلاش اي مشاكل. تعالى كده نعمل الفاتوره. رقم الطلب 2، كميه الطلب 20، اجمالي السعر مش عايزه دلوقتي، معرف الصنف انا عايز لابتوب. بص اخترت اللابتوب راح اتكتبت 2 وظهر لي اسم الصنف لابتوب وسعر الصنف 4000. طيب معرف العميل هنعملها بالظبط زي معرف الصنف تمام. انا حاليا هعمل تسريع للفيديو
علشان انا شرحتها مش معقول هشرحها لك مرة تانية. انا هعمل تسريع للفيديو بنسبة 400% علشان انجز في الوقت. طبعا لازم اضيف معرف العميل مثلا 2 علشان خاطر احفظ السجل، واروح في الديزاين فيو. اصبحت معايا بهذا الشكل. تعال كده نعمل الطلبيه بتاعتي. رقم الطلب بتاعي 3، طبعا ما يتكررش. كميه الطلب بتاعتي 25. معرف الصنف بتاعي شاشه. معرف العميل بتاعي علي. كده شغاله زي الفل. عايز تتاكد روح كده في الاصناف الشاشه مين خدها. خدها العميل رقم 3 اللي هو مين، اللي هو علي. خد كم كميه؟ خد 25. طيب فاضل معايا حاجة بسيطة جدا اللي هي مين؟ اللي هي إجمالي السعر. طبعا المفروض إجمالي السعر والكمية يكونوا أسفل سعر الصنف. فاحنا هنعمل إيه؟ هنعمل لهم انتقال كده. وناخد دول كده نطلع بيهم سنة فوق. كده زي الفل. تمام، اصبح سعر الصنف، كمية الطلب، اجمالي السعر، معرف العميل. تمام، تعالى كده نضيف البيانات او المعادلة بتاعتي اهو. اجمالي السعر عبارة عن ايه؟ عبارة عن سعر الصنف في كمية الطلب. فهروح هنا في الديتا واقول له الديفولت فاليو، القيمة الافتراضية بتاعتي، واضغط على الثلاث نقاط وانزل تحت كده. انا عايز مين؟ عايز كمية الطلب في سعر الصنف. اقول له اوكي. كده اصبح عندي اجمالي السعر. تمام، ده مين؟ ده اجمالي السعر، وبيتخزن عندي في اجمالي السعر في الطلبيات كده. تمام، احفظ واعمل فاتورة جديدة. رقم الطلب 4، معرف الصنف لابتوب، الكمية 2، اجمالي السعر ما ظهرش معايا هنا احمد. طالما ما ظهرتش يبقى انت مش هتعملها ايه؟ مش هتعملها قيمه افتراضيه. هنغير القيمه الافتراضيه في اجمالي السعر، هنخليها ايه؟ هنخليها بعد تحديث كميه الطلب. هنعمل كود بعد تحديث كميه الطلب يتم ضرب السعر في الكميه. تمام، او مثلا عند اختيار معرف العميل، لما تختار المعرف يتم ضرب الاثنين في بعض. بس احنا هنخليها ايه؟ بعد التحديث. هنروح على الاحداث، افتر ابديت، كود بيلدر، هقول له ايه؟ مي دوت كمية الطلب في مي دوت سعر الصنف. الكلام ده كله بيساوي مين؟ الكلام ده كله، السطر اللي احنا عملناه بيساوي مي دوت. ليه انا بكتب مي؟ معناه النموذج اللي انا واقف عليه، علشان انا مش هحفظ الكلام. مثلا مي دوت اجمالي السعر، وانا بعمل يساوي في النص. معلش طبعا هنا دي مشكلة اللغة العربية في الاكواد، لازم تروح كده من اليمين والشمال تخلي دماغك تلف. تمام، بعد كده لو انت عايز تحذف مي دوت ومي دوت، لو انت عايز تحذفهم مفيش مشكلة، يعني ممكن نحذفهم كده ونحطهم بين قوسين مربعين. بهذا الشكل. تمام، واعمل اغلاق
واعمل حفظ. تعال نشوف نعمل فاتورة جديدة كده. رقم الطلب 5، المعرف معالج، كمية الطلب 3. بص بعد ما حدثت أصبح لي 12000، اللي هو مين؟ إجمالي السعر للعميل محمد. وكده أنا عملت الفاتورة بتاعتي بنجاح. بعض الملاحظات البسيطة لبعض الأشخاص ممكن يستفادوا منها. ممكن أنا ألغي اسم العميل من هنا خالص، أو ألغي مثلا اسم الصنف وأخليه في قائمة واحدة فقط بدل الأرقام. إزاي الكلام ده؟ يعني هنا سعر الصنف طبعا أنا محتاجه، بس ممكن أخليه إيه؟ ممكن أخليه مخفي من فورمات visible no، فورمات visible no. كمية الطلب طبعا دي محتاجة لأن لازم أدخلها. إجمالي السعر ده هخليه مغلق، enabled no locked yes، على أساس إن أنا محدش يعرف يغير فيه خالص. تمام. بعد كده اسم الصنف هنا ممكن أحذفه خالص وأخلي هنا معرف الصنف بهذا الشكل. أعمل إيه؟ بص معايا كده على الحتة دي، أروح على التبويب فورمات. أنا لاحظت إنه هنا عرض الحقل الأول أو العمود الأول نص، لا أنا هخليها صفر. إيه معنى الكلام ده؟ معناه إنه العمود الأول الحقل الأول ظاهر بالفعل ولكنه مخفي بهذا الشكل. وهنا برضو أحذف ممكن اسم العميل وأخلي الموبايل فقط، وأخلي المعرف بتاعي الحقل الأول عرضه صفر فقط، وأعمل حفظ. واروح على التبويب فيو واضيف الطلبية الجديدة. رقم 6، معرف الصنف ظهر معايا مين؟ الأصناف بدون أرقام. هكتب مثلا لابتوب، كمية الطلب 1، المفروض إجمالي السعر بص ما ينفعش أدخل فيه غير قابل للتعديل. هروح للعميل مين هياخده؟ ظهر معايا لوحده أهو 4000. العميل هياخده العميل أحمد، برضو العميل ما ظهرش معايا كود أحمد، الموبايل بتاعه 123. اعمل سجل جديد، تم الاضافه بنجاح. هتروح هنا في الطلبيات، مجرد ارقام لا تفهم فيها اي شيء، وهو ده جدول الوصل. طبيعه جدول الوصل ما بين العلاقات انه يكون يحتوي على ارقام فقط. تمام. تعال تبص كده على جدول الاصناف، اهو اللابتوب ظهرت معايا زي الفل. العملاء محمد، مين اللي خده؟ علي. اهو في محمد ده واخد برضو، واحمد ده. تمام. وبكده أكون انتهيت من مشكلة كبيرة ولله الحمد. طبعا بالنسبة للأكواد، لو أنت عايز في الطلبية هنا رقم الطلبية يتكتب لوحده تلقائيا، راجع حلقة ترقيم الفاتورة الخاصة اللي أنا شرحتها المرة اللي فاتت، ترقيم الفاتورة. وبكده يكون وصلنا لنهاية الحلقة. إن شاء الله تكون عجبتكم وتكون فهمتم بالأسلوب بتاعي، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. قدمها لكم عبد العاطي حمدان من قناة إيسوفت التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلشان تعرف تتعامل مع القناة بتاعتنا صح، ندخل على رابط القناة بهذا الشكل youtube.com/accesslearning ونضغط انتر. تفتح معايا القناة بالشكل ده. هنا الفيديو الترحيبي في القناة بيعلمك ازاي تشترك في الجيميل واليوتيوب، يعني لو حبيت تشوفه. بعد كده القناة بتاعتنا مقسمة الى قوائم تشغيل، عند مثلا كورس اكسس للمبتدئين من دورة الاي سي دي ال بهذا الشكل. في هنا سهم صغير لو انت حبيت تنتقل الى بقية الفيديوهات، او تضغط على العناصر الاضافية لكي يتم عرض بقية الفيديوهات. وعندي المستوى المتوسط تابع للمستوى الاساسي، يعني بعد ما تخلص المستوى المبتدئ تدخل على المستوى المتوسط، نفس الفكرة برضو. وبعد كده عندي مجموعة فيديوهات معلومة في اكسس، معلومات مفيدة جدا هتستفاد منها وهتطور من شغلك وادائك في الاكسس ان شاء الله. برضو لو حبيت تتفرج عليها فيها حاجات مهمة ومميزة. بعد كده عندي دالة في اكسس تحتوي على شرح لبعض الدوال في برنامج اكسس 2010. دوال مقسمة الى مجموعات، برضو لو حبيت تشاهدها يعني مفيش اي مشكلة. بعد كده عندي قائمة مخصصة فقط لحماية قاعدة البيانات وكيفية عمل الشاشة الرئيسية للبرنامج، لو حبيت تشوفها برضو مفيش مشكلة. في بعد كده برامج جاهزة للاستخدام النهائي، دي موجودة في قناة صديق ليا الأستاذ سيد بدران، لو حبيت تتابع كيفية عمل البرامج وكيفية استخدامها شاهد هذه القائمة.
في بعد كده لمحبي الباوربوينت والعروض التقديمية، يوجد كورس كامل الخاص بالICDL موجود فيه جميع فيديوهات الباوربوينت بداية من الصفر وحتى انتهاء المستوى على حسب المنهج الأكاديمي لليونسكو، برضو ممكن تشوفه لو ما فيش أي مشكلة. في برضو شرح برنامج انترنت اكسبلورر من دورة الICDL الإصدار الخامس. في بعد كده عندي شرح برنامج في فيديو، دي بنشرح فيها برامج معينة زي مثلا برنامج انترنت داونلود مانجر، استعادة كلمة السر او الباسورد في الاكسل، ازاي احمل قائمة تشغيل من اليوتيوب، ازاي اعمل شات في شبكة محلية وغير ذلك من الفيديوهات، زي تصوير سطح المكتب وتحميل الاوفيس ورفع الملفات. في قائمة اخرى اللي هي الانترنت بين ايديك، دي بتهتم بمواضيع الانترنت والتجارة الإلكترونية، زي إزاي أشحن رصيدك أونلاين من فودافون وشحن رصيدك أونلاين من موبينيل وكيفية التحميل من موقع عرب لوتس. دي كانت كل القنوات بتاعتنا وكل القوائم التشغيل الخاصة بينا. لو حبيت حضرتك تحمل فيديو أو تشوف أي رابط أسفل القناة، كل ما عليك أنك أنت بتروح وليكن مثلا حساب العمر، بتفتح الفيديو بهذا الشكل، الفيديو بيشتغل معاك، دي المقدمة، عندك الترس الصغير ده، ده هنا هتلاقي الجودة. لو انت حبيت ترفع تعلي الصورة، الصورة تكون نقية، تخليها 720 اتش دي، بس ده برضو يعتمد على صورة الاتصال بالانترنت. لو انت الانترنت عندك ضعيف ممكن تخليها 480 او 360 على حسب صورة الانترنت لديك. برضو يفضل انك تشغل التعليقات التوضيحية، تعملها تشغيل بدل من ايقاف، علشان ممكن انا اكتب اي ملحوظ على الفيديو مش هتشوفها لو انت حملت الفيديو. في كمان تحت الفيديو في حاجة اسمها وصف الفيديو، تاريخ ميعاد تاريخ النشر الخاص بالفيديو، بعض المعلومه عن الحلقه يعني تحتوي محتوى الحلقه، وفي برضو رابط قاعده البيانات اللي انا بشرحها في الحلقه، تضغط عليه علشان تحمله. لو مش عارف تحمله راجع شرح موقع عرب لود اللي احنا قلناه في قائمه الانترنت بين ايديك. لو حبيت تترك تعليق ليا وانا هرد عليك في اسرع وقت باذن الله، اكتب تعليقك هنا وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. ما تنساش تعمل شير للفيديو من المفتاح مشاركه من هنا، وتختار الفيسبوك وتعمل مشاركة للفيديو، ما تنساش تعمل لايك للحلقة، وكمان تشترك في القناة لو انت مش مشترك معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.